أقبل لأننا مقبلين على تظاهرة رياضية. مدينة أكادير على موعد مع بطولة دولية في كرة القدم الأسبوع المقبل. هذه التظاهرة الرياضية مخصصة للفتيان البالغين من العمر 15 سنة و 16 سنة، حيث ستشرف على تنظيمها جمعية بنشتوي لحراس المرمى بالاستعانة بطاقم إداري وتقني متخصص. إن شاء الله يعني الدوري اللي غادي يكون بالملعب الكبير إن شاء الله يوم 26-27 فبراير. كنتمناو أن يعني الدوري يكون يعني احتكاك بالنسبة لهاد الوليدات خصوصا الجهة، ما كنعرفوا كاين مدارس عتيقة يعني عارقة، مدارس عارقة في كرة القدم. هناك فرق اللي مشاركة في هذا الدوري أجنبية اللي هو فريق ستراسبورغ الفرنسي وأيضا كابينة لي إف سي الإيرلندي. بالنسبة للمساهمين والشركاء فهناك يعني الكل ساعدنا وساهم معنا في إنجاح هذه الدورة، لا 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 يعني لا من مسؤولين ولا من منتخبون، فالكل يعني تجند معنا لهذه الدورة ونتمنوا أن يعني تكون في المستوى الرفيع إن شاء الله. كنا في البداية معولين لأنها تكون أوروبية عربية. الدوري الرياضي سيقام على أرضية الملعب الكبير لأكادير بمشاركة فرق دولية ووطنية معروفة وكذلك الفرق المحلية بجهة سوس ماسة. أجمل ما في الدورة مشاركة دولية بفريق من إيرلندا وفريق ستراسبورغ من فرنسا وفريق صفوة، أجمل ما في الدورة. الغريمين الوداد باللون الأحمر والرجاء باللون الأخضر هم ضمن المتنافسين أهم في الدورة، ثلاثة ديال المنتخبات العصاب مشاركين بالإضافة للفريق الفائز باللقب هو فريق حسنية أكادير وأولمبيك تشيرا وكذلك فريق بنسرقاو، وهذا يعطي لهذه الدورة دي حلاوة وطنية محلية جهوية دولية. بكم وبتشجيعاتكم ومواكبتكم هذه المواهب نقدروا نصنعوا الحدث، ولما لا أن نشوف القريب المستقبل إن شاء الله تعالى أبناء تاعنا في فروق أكبر وفي نوادي أكبر وفي أكاديميات أكبر. الدوري هذا ربما سيعطي إضافة نوعية على مستوى المشهد الكروي بلجيا وعلى مستوى يعني المشهد الكروي يعني المغرب ككل، ونتمنى صراحة أنه على حسب الشعار ديالو مواهب صاعدة نشوفوا مواهب قادرة على صنع الفارق وتعطينا إن شاء الله واحد إضافة نوعية على مستوى يعني كرة القدم السوسية. هي إذن تظاهرة رياضية ذات صبغة دولية ستساهم في التعريف بكرة القدم الوطنية والمحلية، وستحظى كذلك بتغطية إعلامية عالمية وبالتالي توفير فرصة للاعبين المحليين الفتيان لإظهار مواهبهم الكروية.